عندك عندك مرحبا، كيفكن؟ انتم منيح يا نحن منيح، مبسوطين يا نحن مبسوطين، زعلانين ممنوع تكونوا زعلانين لانه معكم عائلة فنية لازم تكونوا 100%. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم من جديد بفلوج وتحدي جديد. معنا الفاشينيستا هون مليكة، ما بعرف شو حاطة بايدها. ليه؟ اهلا وسهلا فيكم بفلوج جديد واخيرا وتحدي جديد. رجعنا لكم، عم نريح عن المسلسل لانه بتعرفوا يا مشاهدينا المسلسل بياخد جهد وتعب مننا كبير. انتو يمكن بتفكروا انه المسلسل نحن بنعمله بطريقة سهلة كتير او بساعة، لا، المسلسل بياخد معنا، المسلسل بياخد معنا تصوير لحاله اكثر من 4 ساعات. بس تصوير بيرجع قبل، لحظه قبل التصوير بياخذ تحضير تحضير للفكره كم ساعه، تدريب كم ساعه، تصوير كم ساعه، بنرجع مونتاج وموسيقى وغيره وغيره لننزله على اليوتيوب، فبياخذ معنا يوم ونص. لذلك نحن بننزل يوم ايه يوم لا. يا مشاهدينا، ما حدا يقول نزلوا لنا حلقتين باليوم، لانه نحن عم ياخذ معنا التصوير كله على بعضه مع المونتاج مع كل شيء يومين. فلذلك يا مشاهدينا، هلا نحن عم نريح عن المسلسل، تعبنا كتير كتير كتير، لنا فتره بننزل لكم مسلسل يعني يوم اي يوم لا، وحقنا نرتاح، وحقكم تضلكم تدعمونا وتضلكم تشجعونا وتضلكم تعملوا شير ولايكس وكل شيء. المهم اليوم شو عنا يا اشرف؟ عنا تحدي مثل ما شايفين قدامنا. تحدي، واو، لك الهدايا، في هدايا كتير وفي عقاب. بطيخ يعني، تحدي البطيخ. بس كيف؟ عشوائيا بدهم يختاروا رقم، شو بقولوا له، عصر رقم، يعني شايفين هون مثلا، هون هيدا 1 2 3 4 5 6، هيدا مثلا رقم 6، بيكون معه ورقة مكتوب عليها، انتبه عم يتفرج عليك، بيكون مكتوب الهدايا على الورقة، بيكونوا الأرقام مع العقاب أو الهدية، وأنا بقول لهم شو هو. أوكي، شو بيختاروا؟ عليهم إنه ياكلوا طبعا خرطة البطيخ، ويا ويلون ويا سويلون، يعني يا بدهم يربحوا يا بدهم يخسروا بعقاب يا ربح وخسارة، ولكن الربح مهضوم منه قاسي أبدا، صح ولا لا؟ الخسارة منه شيء خفيف. قبل ما نبلش شو بنقول لهم؟ ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، خليكم معنا. وهلا رجعنا لكم يا مشاهدينا، ورح نبلش مع الصغير اللي هي مليكة. اي رقم بتختاري يا مليكة؟ 3. طيب كلي اللي قبل، خليها تاكل قبل، كلي كله قبل ما تقلها، بدهم ياكلوا قدام المشاهدين البطيخ. تبهي للعود. طيبه خليك هيك عشان ضو، هيك ايه. لا الدنيا حر. لنشوف هلا بس تخلص شو راح يكون، يا العقاب يا الربح. شو تتوقع؟ ربح ولا عقاب؟ شو تتوقع؟ فرجيني على المشاهدين قبل، بينة، حاسة عقاب. عقاب، خلصتي؟ طيب، بنحب نقول لك انك ربحتي معنا سيارة، سيارة على الريموت، زافولا. ليه منبسط؟ زافولا. لا، ما سيارة بتلعبي فيها، شو السيارة بس للصبيان؟ فايزان، خلصنا هلا مع مليكة وربحت سيارة على الريموت. هلا مع محمد، يلا. اي على مهلك، اختار على مهلك. انا بنظف بعدين. اختار على مهلك، اي رقم؟ عد الرقم، خلينا نعد الرقم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عدهم انت، خلي هو يعدهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12. اللي هو عندك عرفتوا؟ اللي بدلناه بال 15، بدلناه بال 15 لأنه نسينا نكتب رقم 12، فشو 15؟ ال 15 هو ال 12 يعني. شو بتقول يا محمد قبل ما نقول له؟ عقاب ولا ربح؟ عقاب. عقاب أكيد، خلص البطيخ، يلا. خلصت. يلا. فإذا مثل ما قال محمد عقاب، بس شو هو العقاب؟ بده يدهن منكير على ضفره. يلا قرب، يلا
وهيدا العقاب لمحمد. قرب لنشوف، قرب شوف هون هون هون. لا لو سمحتي انا فاضي. يلا اوكي يلا بسخن الدنيا. ضفر واحد ايه؟ لا كل الايد، كل الايد، كل الايد. يلا كل الايد يلا. لا هلا بيرجع بيشيلهم بالاسيتون. هيدا العقاب، هو هيدا العقاب كان لازم يطلع لبنت بس تعب. طلع لمين؟ لمحمد. فايزا فايزا مثل ما شفتوا هيدا محمد، العقاب اللي له هو انه يلون ضفيره لانه الصبي ما بيلون عادة. فاذا تعيش وتاكل غيره. دور هلا امير، يلا اختار الرقم على مهلك. اثنين اكيد. فاذا اختار الرقم اثنين. يلا كيلا قبل لنشوف مع المشاهدين اثنين شو هو. شو بتتوقع يا امير؟ عقاب ولا ربح؟ عقاب. عقاب. طيب يلا كلكم متوقعين هالقد حاسين حظكم ما حلو؟ يلا خليه ياكلها بالقبل. وامير لك الطقس يا جماعه كثير حلو اليوم، الطقس كثير كثير هواء وهيك. شو مقبلين ان شاء الله؟ مقبلين على موجه شوب قالوا حار هيك متوقعين. خلصت؟ فايزا مش عقاب، مش عقاب، ربحت معنا البيبي فوت. هيدي مثل ما شايفين يلعب فيها بالبيت. كل واحد بسميها هيدي شيء على فكرة، فوتبول. هيدي الناس بتسميها بيبي فوت. يلا فايزا هلا بدنا نوصل لدور حلا. اي رقم اختاري منيح، انتبهي انتبهي اختاري منيح. سبعة. انا كثير بحب رقم سبعة. بتحبي رقم سبعة. فايزا سبعة. يلا كلي. شو بتتوقع، عقاب ولا ربح؟ ضحكت؟ لا عقاب ولا ربح؟ ما بتعرفي؟ من ورا عمو اسرع. عقاب؟ خلينا نشوف. ما حكيت. يلا كل. عقاب. شو شو عرفك؟ كلي كلي. في شرك معه؟ لا. أنت كبير هن صغار. أصلاً أنت عارف شو هن. يلا خلصتي؟ فإذا العقاب هو يا هلا بدك تيجي لعندي وتنطي على تقفزي على اجر وحده لحد الطاوله. طب بدي اغسل. لا مثل ما انت مثل ما انت. يلا من هون لحد خاله. يلا من هون 1 اجر وحده ممنوع توقعي. 1 2 3 جو. زافوله طلع مش عقاب. زافوله. اوكي نرجع ل نرجع لمليكا. يلا اختار الرقم على مهل. اي رقم؟ 8. 8 8. فاذا اختارت رقم 8 كلب، بتتوقع عقاب ولا ربح؟ شو عقاب ربح؟ لنشوف. اوكي طيب يلا نتخلص من الا. بطيخ وصيفيه. غنولا هلا انت بعمر صغير تقدر تلعب وتمرح. يلا نط وافرح وغني بيك المطرح. هلا انت بعمر صغير تقدر تلعب وتمرح. خلصت؟ بعد وحده. كاتشي 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 هون. يلا فإذا الرقم هو عبارة عن ربح سيارة بازل، اللي هي يعني طلع لها سيارتين، طلع لها سيارتين ولكن هيدي بازل بتجمعها. مبروك زافولا. يلا هلا محمد حلا هونيك، خليك حدون. اختار رقم. هاد في واحد لا يختاروا هن. لا انه حد بعد كلهم. خلي هو يختار شو بدك فيه. اوكي. رقم واحد. رقم واحد؟ يلا كلا فرجينا يا فرجينا. عقاب ولا شو بتحس؟ شو؟ عقاب ولا ربح؟ ربح. ربح؟ اكيد لا تحمل هم. يلا نخلص.
خلصت؟ خلصت. فإذا مبروك عليك العقاب الماي. تعال هون تعال هون. لا ممنوع. لحظة يا أشرف لحظة. يلا جاهز جاهز. وأخيرا حدا بتبلل أبلما. هيدا العقاب لمحمد. خلاص 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 خلاص. الجلبوط الصغير. فائزا فائزا. مشاهدينا الكرام لحظة. مشاهدينا الكرام انطروا محمد لينشف حاله وراجعين لكم. نقول لهم شو خليكم؟ معنا. وهلا رجعنا لكم من بعد ما محمد نشف حاله شوي. كيف كان المي؟ حلوين؟ كتير. هيك بالشوب حلوين ها؟ فائزا هلا دور امير. اختار رقم يا امير. يلا عم نقل البطيخة اللي بلا بزر. فرجيني يعني اي رقم بهمنا الرقم نحن. كمشة شو بدي بالبزر او ما بالبزر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فائزا بلش كلا. تعا يا جوا صحيح فتشون عليه قبل. رقم 9. اوكي عقاب ولا عقاب؟ عقاب لنشوف. ربح امير. فاز امير. امير ربح نظارة ماء. نظارة ماء للبول. فرجيني او للبحر او للنهر. فاز. مبروك زقفوا ورجعوا. يلا هلا حلا حلا. شو هيك اي رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. بلشي كلي. عقاب ولا ربح بتحسي؟ شو؟ شو؟ ربح. ربح؟ اوكي خليها تخلص. انا بقول عقاب. خليها تخلص لنشوف. حسس عقاب. يلا اكلتها. فائزا الهدية هي لأن ربح سلايم زفولة. مبروك. بعد عنا كم وحدة؟ عنا وحدة اثنين بعد في لكن أنا. مليكة. مليكة أي رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 اللي هو كان شو اسمه من بدله برقم. بلشي كلي بنبدله بنبدله بال 14. فاذا انت ال 14 رح نختار بداله. شو بتحس عقاب؟ شو بتحس عقاب ولا هديه؟ هديه. شو عقاب؟ لنشوف. يلا فائزا فائزا العقاب شو هو يا اشرف؟ عقاب دلو ماء. وافي عندك وافي عندك وافي عندك عندك عندك. عم تعلق يا حمودي. ايه ها هاي انتقاما لمحمد. ما تمشي ما تمشي. فائزا كمان يا مشاهدينا خلونا معكم نرجع لحتى تنشف حالها. ورجعنا لكم يا مشاهدينا بعد ما مليكة نشفت حالها شوي واخذت عقابها. هلا دور محمد. اي رقم تختار؟ شو هالرقم؟ عدهم. 1 2 3 4 5. لحظة لحظة. 1 2 3 مش 4 4 5 6 7 8 9 10. رقم 10 بلش كيلو. تتوقع عقاب ولا شو ولا هدية؟ اوكي شو بتتوقع؟ عقاب ولا هدية؟ هدية. هدية؟ لنشوف. لا تخلص من قلك. لنخلص. خلص. طيب انتو شو بتتوقعوا له؟ عقاب. عقاب؟ طيب بحب لكم انه ربح ال 500,000 ليرة. زقفوا له. فائزا واخيرا محمد ربح وربح مصاري مش هدية. يعني هو بيقدر يجيب اللي بده اياه بالمصاري ما هيك؟ ف نرجع لامير. كم هديه بعد عنا؟ 3. يلا وفي عقاب. عقابين. يلا يا امير اختار. عندنا 3 خرطات بعد من البطيخ. اختار هذا. شو الرقم؟ شو الرقم؟
ستة. يلا كول. يلا خلص. شو شو تتوقع؟ انت هدية ولا شو اسمه؟ عقاب. لنشوف. خلص ونشوف. خلص ونشوف. انا بقول شو بتقولوا انتو؟ عقاب. يلا خلص. مش عقاب. ربح معنا ميكي ماوس اضاءة لغرفة ماومو. فرجين عليه. هيدا اضاءة لسرير عندك. فاذا حلا بعد عندك خرطتين. اي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. رقم من اربعة ورقم خمسة. اي بدهم تختاري؟ ما بعرف. يلا صار الخيار صعب. محتار كتير. محتارة؟ خمسة ولا أربعة؟ أنتوا قولوا لها خمسة ولا أربعة؟ أربعة. خمسة ولا أربعة؟ خمسة ولا أربعة؟ أنتوا قولوا لها مش تعدوا لها. أنا بقول أربعة. أنا بقول أربعة. يلا أنت شو بتقولي؟ ما بعرف. خلص اختار اللي بقلبك بحسه. إحساسك. إحساسك. يلا أربعة. كلي. يلا كلي. يلا. ما في تغيري. خلص. فإذا خلينا نشوف. كلي كلي. ما من ال... أوكي. يلا كلي كلي. لك الخمسة شو؟ عقاب عقاب عقاب. ما بتعرف ما بتعرف ما فينا. لا تخلص. لا. ممنوع. هي الفكرة إنك تاكلي الخرطة البطيخ كلها. يلا. يلا بعد شوي. فايزان ربحت معنا حصالة ميل رقم خمسة. بتصمد بدك تحطي هول بابنك. الخمسة كان عبارة عن كان ملاقط بالأذنين. فربحت حصالة. مبروك. ولهون بيقول زقفولا. ولهون بيكون انتهى معنا التحدي والفلوج اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم وسليناكم. انطرونا بتحدي جديد وفلوج جديد وافكار جديدة. من هون لكنا حضرنا للمسلسل الجديد كمان. بس برجع بقولكم يا مشاهدينا ما تضغطونا بالمسلسل كتير لانه نكون عم نعمل فكرة وبدأ تحضير كتير كبير. اتفقنا يا مشاهدين؟ ما تنسوا